فوز كاسح، الأمر اللي لم نتوقعه أبداً وحتى لم تتوقعه استطلاعات الرأي التي تابعناها طوال الفترة الماضية والتي جاءت بتقارب كبير جداً بين المرشحين للانتخابات. كيف تمكن دونالد ترامب من فعل ذلك؟ أولاً شكراً لاستضافتي سيدتي، ويعني أحييك وأحيي الزملاء الدكتور عماد والدكتور ديفيد بروفيسور ديفيد وجمهوركم وفريقكم العامل هنا. الحقيقة أنه كان فريقا ممتازا. أريد أن أشير بأنه درس كبير ما جرى، درس فيما يتعلق أولا بأن السياسة هي فن التحالفات. ما نجح فيه ترامب هو بناء تحالفات عميقة هادئة مع فئات حاولت أن تتحالف معها كمالا هاريس، ولكن يبدو أن هذه التحالفات كانت واهية في آخر لحظة ولم تكن عميقة. أضرب مثالا على ذلك، هناك عدد كبير من المستقلين الذين شاركوا هذا العام شاركوا بنسب أعلى من النسب السابقة. هؤلاء نسبة تصويتهم لترامب كانت أعلى. هناك أيضا اللاتينيين الذين من المعروف أنهم كانوا سيشكلون كتلة حرجة في هذه العملية، وأيضا كمالا هاريس لم يساعدها الحزب بشكل كافي، ولكن في اعتقادي أن هناك علامات هرم، علامات شيخوخة في الحزب الديمقراطي حملتها معها كمالا هاريس وأدت إلى هذه الأزمة، أزمة الأجيال في الحزب الديمقراطي. النقطة الثالثة هي متعلقة بالتحالف الذي وقف عليه الرئيس ترامب. يعني أنا أعتقد بأنه أصبح رئيسا كما قلت. السبب في ذلك هو أنه هو اعتمد على تحالفات أيضا مع قوى اقتصادية ذات أهمية. لا أتحدث عن إيلون ماسك، أعتقد أن وراءه أيضا قوى هامة جدا موجودة في السيليكون فالي وفي مناطق أخرى. هذه القوى حملته، إضافة لما هو معروف عن الحزام الإنجيلي، عن كل هذه القضايا التي يعني هو بالأصل الدولة العميقة كانت وراءه بهذا المعنى كان هناك. وفي اعتقادي أن الدرس الرئيسي الذي ينبغي أن يتعلمه الديمقراطيون هو أنهم لم يتقنوا فن التحالفات. الجمهور العام الأمريكي لم يصوت لهم لأن كان هناك نوع من الغرور في رأيي أنا. لم يكن هناك نزول إلى الأسفل، إلى المجتمع تحت، إلى حيث الناس موجودون، وهذا الذي جعل أن مهما ركضت كمالا هاريس لن تستطيع أن تلحق فيما يتعلق بالنزول إلى الجذور. هو بنى تحالفات، لم ينزل إلى الجذور طبعا، ولكنه بنى تحالفات مع قوى اجتماعية أساسية في هذه العملية باعتقادي. دروس يجب استخلاصها من ما جرى. بروفيسور ديفيد، كنت معي طوال هذه التغطية وأكدت لي مرات ومرات بأنه النخب الأمريكي يعرف تماما ما الذي يريده وسيصوت لكامالا هاريس. أتت النتيجة معاكسة جدا، لم نكن نتوقع أن تكون يعني النتيجة بهذا الوضوح لدونالد ترامب. لماذا برأيك وما هي الأخطاء اللي اقترفها الحزب الديمقراطي؟ حسناً، أولاً شكراً على وجودي معكم، وأيضاً كنت على خطأ تماماً بأن كمالا هاريس هي التي ستحظى بالانتخابات، وكان هذا واضحاً. كانت الانتخابات اختباراً لشخصية الشعب الأمريكي وفشلوا. الديمقراطيون لم يتمكنوا من أن يتجاوزوا رسائل دونالد ترامب، وكان من الخطأ أن الولايات المتحدة كانت في ركود، لم يكن هناك وظائف، والوظائف كانت تتوجه إلى المجرمين الخارجين من سجون في فنزويلا ومكسيكو. الاقتصاد انهار، وأيضا التضخم تضاعف منذ أن أصبح جو بايدن رئيسا، ولكن باع هذه الأمور وأيضا وصل إلى انتصارات رائعة في هذه الليلة وفي مجلس الشيوخ وحتى في مجلس النواب، وسيكون هناك تبعات لذلك. التبعية الأولى هي أن بنجامين نتنياهو يعلم أنه لن يكون لديه أي طوق. أحيانا جو بايدن كان لديه طوق، ولكن سيرغب في قتل أي شخص يرغب في قتله في غزة ولبنان، ولن
الثاني، وكان ترامب واضحا حيال هذا الأمر. الحرب في أوكرانيا هذا خبر سيء لكم، ولأن فلاديمير بوتين أوضح أنه يرغب في هزيمة الفضائيات الخاصة أو السابقة للاتحاد السوفيتي، وسوف أيضا يقوم بمواصلة حرب. إذا كنت سيدة هذا سيء، إذا كنت في الولايات المتحدة، لأنه سيكون هناك دفعة أخرى لمزيد من الولوج الصارم للصحة وأيضا بالنسبة للإجهاض وأيضا الكثير من الأمور. وهذا ما قام به في جولاته الانتخابية. أنا أتوقع أنه سوف يقوم بأن يقوم بأمور دموية، ولن أتفاجأ كما قال أنه يخطط لأن يحول الجيش الأمريكي على الشعب الأمريكي، لم يفعلوا بأي شيء. وأيضا على نطاق أوسع علينا أن نقلق بأننا سوف نشهد الارتفاع للأوتوقراطيين بوتين أيضا وانتصاراته في وأيضا في المجر وأيضا ومودي وجي في الصين، وأعتقد أن الوضع أكثر تعقيدا هناك. ولكن دونالد ترامب يرغب ويحب الديكتاتوري، لقد قال هذا الأمر عدة مرات، ويحب أن يحبوه. وأخيرا أنا أعتقد أن الأنظمة الخمسة للأمن وأيضا من قبل كندا وأستراليا ونيوزيلند وأستراليا، هذا الأمر سينتهي، فإن البلدان الأخرى لن تتشارك الأسرار العميقة مع دونالد ترامب والبيت الأبيض. نحن نعلم أنه تنازل عن بعض المصادر والأساليب، ومن أين استفدنا من الأمور وباعها للروس. وأعتقد أن هذا أصل مهم جدا في الكريملين، وهذا الشخص قد اختفى. سأنتظر الترجمة. يعني قراءة متشائمة جدا للمرحلة القادمة مع الرئيس الجديد، وأنا بتمنى أن تكون حتى مخطئ في هذه القراءة كما أخطأت في تقديرك لهذه الانتخابات. هذا ما أتمناه شخصياً، لأنه المرحلة إن حملت كل هذه العناوين ستكون كارثة على العالم، ستكون كارثة على العالم. أستاذ عماد الدين أديب، أنت تتابع هذه القراءة للبروفيسور ديفيد معي في الاستوديو. أيام مظلمة بحسب ما يقول على أكثر من صعيد، منطقة الشرق الأوسط، الحرب في أوكرانيا والتمدد لدونالد ترامب في دول أوروبية أخرى، تحدث عن الأبورشن، عن موضوع الإجهاض في الداخل الأمريكي، وأن المرأة الأمريكية لن تكون بحالة جيدة في الأيام القادمة، وصل إلى ملفات أخرى متعلقة لربما بالعلاقات الدبلوماسية بين الدول وتبادل المعلومات الحساسة، كلها أمور خطيرة جدا. هل توافق الرأي؟ القضية إن هو هي مخاوف مشروعة لوجهة نظر ممكن كانت تؤيد أو تناصر المشروع الديمقراطي لحكم البلاد والعالم وإدارة شؤون العالم. لكن أنا اللي أقدر أقوله وأنا متأكد منه أن هناك ما يمكن ما يسمى بملفات وأشخاص. السؤال الأهم والمهم بالنسبة لكيف سيفهم الأشخاص أو كيف سيقرؤون فوز ترامب بهذا الموضوع. مثلا كيف سيفهم أو سيقرأ بيبي نتنياهو فوز ترامب؟ لن نتحدث عما سيفعله ترامب، ولكن دعونا نرى الطرف الآخر. ما هو موقف الطرف الآخر؟ هل سيفهم بيبي نتنياهو أن وجود ترامب في البيت الأبيض يعطيه ضوءا أخضر، أو ممكن أن يكون عنصرا حاكما لأن كانت العلاقة بينهما متوترة في العام الأخير، وحاولت سارة زوجة نتنياهو أن تصلح بينهما في الآونة الأخيرة. كيف سيفهم المرشد الإيراني وصول ترامب للبيت الأبيض؟ والسؤال هو هل يمكن في هذه الحالة للرجل الذي ألغى الاتفاق النووي أن يكون هو عتبة اتفاق نووي آخر وجديد، أم أن العلاقة سوف تصبح تصادمية وهي قطيعة لمدة 1460 يوم، هي فترة حكم الرئيس ترامب؟
كيف سيقرأ الرئيس بوتين هذا الموضوع، أنه من هو يعتبر الأفضل في الحكم وهو الرئيس ترامب، أنه هذا يعطيه ضوء أخضر لاستكمال مشروعه في الحرب الأوكرانية، أم يسعى إلى الاستفادة من وعد ترامب بإنهاء هذه الحرب والتدخل بمفاوضات وإنهاء هذا الموضوع. كيف سوف يقرأ الرئيس تشي الذي قال ترامب إن هو يتمتع بعلاقة جيدة معه، إنه عقد صفقة معه من أجل التعرفة والرسوم المفروضة على التجارة الصينية؟ كيف سيقرأ كيم الرئيس الكوري الشمالي هذا الموضوع في إنتاج الصواريخ الباليستية والتوقف عن التهديد والتوتر؟ كيف سيقرأ حلف الأطلنطي هذا الموضوع بالنسبة للحصص التي كان يتعين عليه دفعها نتيجة ضغط ترامب حينما كان في الرئاسة في موازنة حلف الأطلنطي؟ كيف سيقرأ الجاران المكسيكي والكندي اللي هم الدولتين فقط اللي هم لهم حدود متصلة بالولايات المتحدة فيما يختص بحماية الحدود بالنسبة للمكسيكي وبالنسبة للتعرفة والرسوم المفروضة رغم اتفاقية التجارة الحرة موجودة بين هذه الدول على كندا؟ هناك أسئلة كثيرة جدا تطرح نفسها في تولي لكن ترامب. أستاذ عماد الدين، يعني بدون أن نضع العبء على ترامب نضع العبء على الآخرين. تفضلي. أسئلة كثيرة تفضلت بها حقيقة الآن، وملفات اليوم تعتبر بمرحلة مفصلية لأنه لا نعرف التوجه الجديد للرئيس ترامب. ما نعرفه الآن أنه حمل عنوان أمريكا أولاً، ما قاله ووعد به أنه سينهي الحروب وسيجعل العالم أكثر أمناً وسلاماً. وأنا أسأل، من أي منطلق يجب البحث برأيك بهذه الملفات؟ سريعاً لو سمحت قبل ما أنتقل عند الدكتور سمير التقي، هل تنظر لترامب نسخة جديدة من ترامب عام 2016، أم أنه أحداث العالم طوال السنوات الماضية ستجعل من هذا الرجل رئيساً مختلفاً؟ طبعاً القيم اللي يحملها هي ذاتها، لكن توجهاته للمرحلة القادمة والمصالح اليوم اللي تربط الولايات المتحدة بمختلف أنحاء دول العالم ستجعله لربما يحمل عناوين مختلفة للمرحلة القادمة. ما رأيك في ذلك؟ تعتمد هذا الإجابة على السؤال ده على نقطتين. النقطة الأولى ليست كيف هو سوف يفكر بقدر ما هو كيف الأطراف الأخرى سوف تفهم وصوله إلى البيت، لأن كان معظم الرهانات على أنها إدارة هاريس هي التي سوف تصل للحكم. النقطة الثانية هي كيف أو من سوف يختار ليكون فريق عمله. أنت كما تعلمين فإنه الحاكم في الولايات المتحدة من الفترة الانتقالية حتى 20 يناير يستطيع أن يختار 5000 موظف عام لكي يشكلوا ما يسمى The New Government، بدءا من موظفين البيت الأبيض لبقية المناصب. فالمرة الفاتت أو إنما فترة حكم الأولى كانت اختياراته سيئة، نرجو أن يكون اختياراته حكيمة هذه المرة. هل ستكون اختيارات الرئيس 47 حكيمة دكتور سمير التقي؟ هناك 3 قوى رفعت ترامب إلى السلطة بشكل أساسي، شكلت نواة التحالف، وأنا كما قلت السياسة هي فن التحالف. هناك قوى الإنجليين التقليديين، قوى المحافظة من الجمهوريين، ولكن هناك كتلة من رجال الأعمال الموجودين في سيليكون فالي، ليس فقط إيلون ماسك وإنما آخرين أيضا، كتلة مهمة رفعته. هذه حضرت لهذا الموضوع لأنها تعتقد بأنها تستطيع بإيصاله إلى السلطة أن تفرض أجندتها. ما هو موضع تساؤل هو إذا كان الرئيس ترامب سوف يتجاوب مع ذلك، ولكن هناك نقاط لقاء كبيرة بين الرئيس ترامب وبين هذه الكتلة.
النقطة الرئيسية هي قضية نفض يد الولايات المتحدة الأمريكية من العولمة. بدأ عمليا ترامب بتفكيك العولمة منذ فترة، سواء حين أعاد النظر باتفاقيات النافتا أو فيما حين وضع الحواجز على البضاعة الصينية، أو حتى وضع حواجز على بعض البضاعات البضائع الأوروبية، ووضع قوانين وأخضع اليابان أيضا لشروط في غاية القساوة. سيمضي أكثر في تفكيك العولمة، في تفكيك أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن إدارة الاقتصاد العالمي، لأنه يعتقد بأن المهمة الرئيسية الآن أنت، وهذا هو يمكن أن يرسم هذا الخط سلوكه حتى في القضايا الاستراتيجية، يعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية ينبغي أن تنفض عن نفسها الأعباء التدخل العسكري في العالم، وهذا هذا منطقه الذي يعني كنت أنا منذ فترة قليلة لدى أناقش بعض الجمهوريين وأفهم منهم تماما هذه الأجندة. وكانت القضية هي أنه إذا الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن ما يجري في العالم، وليست مسؤولة حتى عن حماية الطرق البحرية التي هي استلمتها منذ عام 1945. لكن دكتور سمير، هذا يتناقض مع فكرة أن الولايات المتحدة هي من تقود العالم. لا، هي تقودها بقوتها الاقتصادية، بقوتها، لكن ترامب لن يذهب إلى حروب، ولكنه فبطيخ يكسر بعضه. يعني المنطق الأساسي كما تحدث البروفيسور ديفيد وكما تحدث الأستاذ عماد، منطقي بطيخ يكسر بعضه، فلتعدل المناطق، كل إقليم موازين القوى الاستراتيجية فيه بناء على وقائعها بدون تدخل الولايات المتحدة. وهناك رأي في الحزب الجمهوري بأن التدخل الأمريكي عمليا يشوه هذه الصراعات ويؤدي إلى استدامتها. أنا أضع المنطق، لا أدافع عنه، السؤال الكبير، لكن هذا كلام فلسفي رئيسي تسمعينه من الجمهوريين، وهو قد يوضح إلى أين يمكن أن تذهب الأمور فيما يتعلق بالصين، فيما يتعلق بكندا، مكسيك، وأيضا فيما يتعلق بأوروبا التي من يجب أن نتوقع بأن يصعد فيها اليمين، وهذه قضية مهمة. وكان في توجه لصعود، لا بس حاليا مع دفع من الواضح هذا، يعني هذه الظاهرة معدية. صحيح، هذه ظاهرة معدية، وبالتالي سوف تصل إلى هذا المستوى، ويجب أن نتوقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما على المستوى الدولي ستقوم بإعادة هيكلة علاقاتها الاقتصادية، وهي عمود فقري لمجمل الدول، بما فيها قضية اتفاقية مع بريطانيا التي لم توقع اتفاقية اقتصادية جديدة مع حتى الآن شراكة بعد أن خرجت من الاتحاد الأوروبي، وعدد من الدول الآن تتطلع ل ما هو نوع الصفقة التي يمكن إجراؤها مع أمريكا بعد أن جاء ترامب، وهو سيفكك العولمة وسلاسل الإنتاج الرئيسية التي يستند إليها الكثير من حلفاء الولايات المتحدة. وما هي الصفقة التي يقبل بها دونالد ترامب والتي تؤتي ثماراً للداخل الأمريكي؟ لأنه هو يعد بأنه المرحلة القادمة ستكون مرحلة مزدهرة جداً لأمريكا. سؤال يهم منطقتنا بشكل كبير جداً بروفيسور ديفيد، قلت لي بأنه الحروب لن تنتهي بل ستتوسع، ما الذي كان سيختلف لو وصلت كاميلا هاريس للسلطة؟ اليوم يقال أنه نتنياهو كان بانتظار دونالد ترامب حتى يستمر بمخططه ويتوسع ويحقق أهدافه، إن كان في لبنان وفي غزة وصولاً إلى إيران. لو كانت كاميلا هاريس هي التي وصلت إلى السلطة، هل كان لذلك أن يكون مختلفاً؟ من الذي يقرر؟ من هو صاحب القرار فيما يخص السياسة الخارجية؟ حسنا، دونالد ترامب لا يعلم العالم. علينا أن نفهم هذا أولا، إذا لا يفهم الفارق بين السنة والشيعة، وإذا سألتي فلن يعرف كيف يرد. كان يعتقد أن فنلندا جزء من روسيا، فإن معارفه بسيطة جدا، والأشخاص هم الذين سينصحون، والأشخاص الذين سوف يشيرون عليه ربما سوف يقومون لهم أي تأثير، ربما سيشجعون على أن يكون أقل اعتدالا، ولكن في الحملة الانتخابية
الانتخابية قال أن بنيامين نتنياهو يمكنه أن يقوم بأي شيء يرغب في فعله، وقال أنه في حالة بوتين فطبعا لا نهتم بالدول التي يرغب بوتين في أن يهزمها، وأيضا الروس سوف يهزمونهم، ولكن لا أعتقد أن هذه نهاية الأمر، لأن بوتين كان واضحا حيال رغبته في أن يعيد الاتحاد أو الإمبراطورية السوفيتية مجددا، وأيضا أن يكون لديه أيضا الفضائيات وكل أن يكون بدخول سلوفاكيا وما إلى ذلك ومولدوفا. وسواء قال ما سيفعله أم لا، هناك الكثير من الأسئلة حول الأمر. دونالد يقول الكثير من الأمور وبعد ذلك يقوم بالعكس أو لا يقوم بأي شيء آخر، ولم يبني أي جدار مع المكسيك على سبيل المثال. وفي مجال ما كان يتحدث عنه الدكتور سمير فيما يتعلق بالتجارة، أعتقد أن هذا سيكون أمرا مهما جدا فيما يتعلق بازدهار العالم برمته. الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي لديها الكثير من الأمور، وأيضا جو بايدن كان يستثمر في التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وأيضا الرقاقات المتقدمة، وأيضا الجمهوريون كانوا يتحدثون عن أن يقوموا بسحب هذا القانون. وفي نفس الوقت سيكون هناك أيضا حرب تجارية مع الصين، والتي تهتم ب أو تهتم الآن ومنشغلة في الرقاقات الخاصة بها والذكاء الاصطناعي. لا أعلم إلى أين سيتجه الأمر، ولا أعرف إن كان هذا أمر جيد إذا كنا انسحبنا. ولقد كرر دونالد ترامب بشكل أساسي أنه يرغب في الانعزال، لم يقل هذه الكلمات، ولكنه لا يرى لماذا الولايات المتحدة ينبغي وأن تنخرط في المخاوف التي تتعلق ببقية العالم، وأيضا يرغب في التوسع. وحتى دونالد ترامب منذ 8 سنوات الولايات المتحدة كانت دائما تقف للحريات وحرية الأشخاص، ولأن يكون هناك عدم وجود هذه الحكومات الظالمة، ولكن دونالد لن يدعم كل هذه الأمور بغض النظر عن أي شيء. بطيخ يكسر بابا. لكن هل هذا ما فعلته إدارة الرئيس جو بايدن؟ هل برأيك هذه الأمور اللي ذكرتها الآن فعلها جو بايدن خلال سنوات حكمه في البيت الأبيض؟ حسنا، جو بايدن خدم في اللجنة الخاصة بمجلس الشيوخ لسنوات عائلة، وكان أيضا يتعامل مع المسائل الخارجية. لقد ارتكب بعض الأخطاء بالتعامل مع نتنياهو، لم يقل له أنه يمكنك أن تقتل الأشخاص الذين هجموك، الجنود والقادة، ولكن لا تقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وأيضا لا ينبغي أن تفجر المستشفيات والمباني، وكان ينبغي أن يقوم بذلك ولم يفعل. لقد وضع قيود صارمة على قدرات الأوكرانيين لمواجهة الروس، لأنه كان خائف من أن بوتين ربما سوف يصعد الأمر. أعتقد أيضا أن هذا خطأ، والولايات المتحدة كان عليها منذ البداية أن تقول أننا سوف نقدم لكم مقاتلات F-16 وسوف نوقف هذا الأمر، واستغرق الأمر تقريبا 3 سنوات. لقد قام بايدن بارتكاب بعض الأخطاء السياسية الخارجية، ولكنه وقف أيضا أمام المبادئ، ولكن الولايات المتحدة أيضا تحب الحرية والحرية. دونالد ترامب لديه رؤية مختلفة تماما، لقد قال أنه يرغب في أن يكون هناك قانون بعدم كتابة أي شيء حياله، لم يكن لديهم أدلة فيما يتعلق به، فهذه ليست هذا ليس بالمجتمع الديمقراطي. هناك العديد من الأمور الأخرى التي قالها ترامب، لا أعني أنه سيفعلها، ولكن قال أنه سيفعل ذلك بصفة عامة، سيجعل الرئيس يسيطر على حيوات الأشخاص. وهناك أمر قطعا أعتقد أنه سيحدث في يناير، بأنه سوف يرفض قانون الرعاية الصحية، حيث أن ثلث الأمريكيين سوف يفقدون الرعاية الصحية، وأيضا عليه أن يأتي بخطة. لقد قال أن لديه مفاهيم للرعاية الصحية أو الخطة، قال أن لديه خطة بالنسبة للرعاية الصحية في الولايات المتحدة لن تكون أكثر غلوا، ولكن سيكون هناك الكثير من الديون للأشخاص الذين لن يتمكنوا من الحصول على الرعاية، لأنهم لن يكونوا في النظام الصحي. هذا الموضوع لمجلس الشيوخ بالعام 2016 وقف في وجهه، لأنه وقتها كان مجلس شيوخ ديمقراطي، والآن كما ذكرت من الممكن تماما أن يمر مشروع الرعاية الصحية اللي يريده دونالد ترامب. لكن بروفيسور ديفيد، أشرت إلى أخطاء كثيرة
اقترفها جو بايدن خلال سنوات حكمه الأخيرة. أستاذ عماد الدين أديب، هناك من يعتبر أن التصويت اليوم لم يأتي حباً بهذا الرجل، حباً بمشروعه الانتخابي، بل عقاباً لما قام به جو بايدن وإدارته خلال السنوات الماضية. هل تعتقد ذلك؟ أعتقد أننا متفق مع هذه النقطة، لأنه في استطلاع قامت به فوكس نيوز ب 110 ألف عينة. أنا مستغرب طبعا إزاي قدروا يكون عندهم هذه الإمكانية لعينة من 110 ألف شخص في الأسبوع الأخير. إنه السؤال الأساسي ما هي أهم القضايا، فكان قالوا الاقتصاد، ثم السؤال الثاني الذي لفت نظري، هل تعتقد أنه الأمور في الأربع سنوات الأخيرة، ودي كانت عينة من ثلاث أنواع من المصوتين، جمهوري ديمقراطي ويعني غير حزبي غير ملتزم، الثلاثة 70% كانت إجابتهم أن الأمور في الأربع سنوات اللي فاتت أسوأ، و 30% قالوا مش أحسن، لا قالوا يعني عادية، يعني ما كانش عندهم رأي حاسم في وصف الأربع سنوات اللي فاتت. فأعتقد أنه شعور الكتلة الناخبة بسوء الأمور ده مهم جدا. النقطة الثانية اللي مهمة، إنه إذا حسبنا بعملية حسابية بسيطة إنه الأعضاء المنتظمين المسجلين في الحزب الجمهوري هم 68 مليون، إذا افترضنا إنه كلهم ذهبوا إلى الانتخابات، يعني لم يتخلف شخص واحد، فكمية الكتلة الناخبة هذه المرة أكتر من ذلك بملايين، علشان يقدروا يعني يتغلبوا على الكتلة الناخبة للحزب الديمقراطي. إذن هناك ملايين ليسوا من أولياء أو ليسوا موالين أو ليسوا أصدقاء أو ليسوا محزبين للحزب الجمهوري، أعطوا صوتهم لترامب، فهذا نوع من التصويت الاحتجاجي من ناحية، وأيضا لرفض بعض السياسات الاجتماعية بالإضافة للاقتصادية. يعني ممكن يكون حد منتمي للحزب الديمقراطي لكن متدين محافظ، ضد فكرة المثلية، ضد ترانس جندر، مع فكرة تحريم الإجهاض. يعني في أفكار كثيرة جدا من الممكن أن تكون ليست حصرا فقط على من هو محافظ في الحزب الجمهوري، ولكن يمكن أن تجديها في الحزب الآخر وهو الحزب الديمقراطي. من هنا فالتصويت جاء جزء منه مناصرة لترامب، وجزء مهم جدا لا يجب إخفاله، وهو احتجاج على سوء إدارة مرحلة حكم الرئيس بايدن. بطبيعة الحال هذه الأمور ستتوضح عند قراءة لربما هذه النتائج بشكل دقيق خلال الأيام القليلة القادمة، لكن لا شك دكتور سمير التقي بحسب ما نتابع الآن بأنه هذا الرجل يصل إلى البيت الأبيض هذه المرة بدعم أقوى من حزبه. إذا ما عدنا ونظرنا، كنت أتحدث أنا والزملاء قبل قليل بأنه محاولة الاغتيال الأولى هي التي وحدت الحزب الجمهوري خلف هذا الرجل، من بعد ما كان في انقسام كبير داخل هذا الحزب حول الشخصية التي ستقوده. اليوم ترامب يصل إلى البيت الأبيض والكثير من الدعم حاصل عليه، بخلاف العام 2016 وما تلاه، حتى الظروف مختلفة. كنا نتحدث عن ظروف كوفيد-19 اللي وقفت في مسار تحقيق كل مشاريعه الانتخابية. اليوم كان يتحدث عن موضوع الحدود مع المكسيك لبروفيسور ديفيد وقال إنه لم يفعلها. هل تعتقد أن الظروف الصعبة اللي أحاطت به في العام 2016 وما تلاها من سنوات هي التي أوقفته عن تنفيذ كل هذه الوعود اللي يعني طرحها، أم أنه حقيقة اليوم هو في مرحلة حصل فيها على دعم حزبه من خلال الكثير من مثل ما قلت، يعني هو استفاد من الفترة الماضية وصحح الكثير من الأخطاء حتى يصل إلى هنا؟
كيف ستبدو؟ في اعتقادي بأنه عمليا ترامب الآن ليس ترامب حين 2016. جميل. أولا من حيث التحالفات التي يستند إليها، من حيث الرؤية البرنامجية التي دعمته وشكلته كرئيس جديد الآن، ويبدو بسلوكه العام حتى الآن أنه أكثر انضباطا وأكثر إدراك. هو إحدى التعليقات التي جاءت منه أنه بعد محاولات اغتياله، ربطا بكلام حضرتك، صحى على أهمية أن على أهمية القضية التي يعمل من أجلها. طبعا هذه قضية لن أخوض فيها طويلا، ولكن المقصود فيها هي أنه هناك رأي من حتى المرافقين حواليه بأنه كان أكثر، أصبح أكثر انضباطا وأكثر هدوءا في ردود أفعاله. لا أعرف، لا أريد أن أحلل نفسية الإنسان، كانت واضحة في المناظرة الأخيرة مع كاملا. صحيح هارس. صحيح. وبالتالي يجب أن نتوقع منه أن لا يكون ذات الشخص، أن تكون حوله مؤسسة. هذه المرة هناك مؤسسة كاملة، 5000 شخص أسماؤهم موجودة على الطاولة، سيتم تغييرهم بجرة قلم مع كل مكوناتها، حقائبها محضرة، ملفاتها محضرة جاهزة. لن يكون هناك يختلف عن عام 2016، كان هناك مفاجأة أنه وصل ولم يكن، وكان هناك انقسامات في الحزب. الآن الحزب ينضبط حوله، ولكن كل شيء يتعلق بمدى قدرته على الإنجاز. هل لديه النفس الطويل للتفاوض وخلق التوافقات اللازمة لإنجاز عمله داخليا؟ وهل يملك أيضا الصبر الدبلوماسي لكي يقوم بعمليات سياسية كبرى يعيد السلام للعالم؟ هذا أمر موضع تساؤل كبير يجب أن ننتظره، ولكن المؤسسة المحيطة به تراهن على ذلك. هلا بطبيعة الحال كل شيء يحيط به يساهم في نجاح، لكن هذه المرة كما قلت لك هناك تحضير أكبر. واضح أن الحزب الجمهوري حضر لهذه العملية منذ حوالي 7 أو 8 أشهر، كان يعتبر نفسه أنه سيصل، وبدأوا يعملون على هذا الأساس ووضعت قوائم. سنرى عملية كسح واسعة حتى على مستوى الموظفين الفيدراليين. ونحن كنا قد رأيناها بطبيعة الحال في نتائج هذه الانتخابات الليلة. بطبيعة الحال دكتور سمير التقي، شكرا لك على هذه القراءة وحضرتك البحث في معهد الشرق الأوسط. شكر موصول طبعا للأستاذ في معهد روشستر للتكنولوجيا دكتور ديفيد كي جونستون، وأشكرك جزيل الشكر أستاذ عماد الدين أديب على هذه المشاركة معنا أيضا في هذه التغطية من هنا من واشنطن. عزبناك معنا الليلة وسهرناك كمان، شكرا أستاذ عماد الدين.